بالنسبة لقائمة المنتخب الوطني، قائمة 25 لاعب التي أعلن عنها الناخب الوطني اليوم بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لم تحمل أي مفاجآت، ولو أنه بكل تحفظ احنا قلنا بأنه القائمة لن تكون فيها مفاجآت، لأنه منطق الأشياء ناخب وطني لم يرد المغامرة بلاعبين جدد، فضل يعمل مع نفس المجموعة اللي اشتغل معها في تربص ماس خلال الدورة الدولية اللي حققنا فيها فوز وتعادل، وقف على إمكانة الكثير من اللاعبين. غياب صحيح كان في غيابات مؤثرة، دائما نتكلموا على رياض محرز، على إسلام سليماني اللي هم كوادر المنتخب الوطني، اليوم الإجابة كانت واضحة من الناخب الوطني، قال بأنه كان فيه تواصل مع رياض محرز خلال شهر مارس ثم الآن في شهر جوان، ولكن يبدو أن اللاعب غير جاهز بعد وغير متحمس للعودة إلى المنتخب الوطني. كيف سيتعامل معه؟ هي تبقى من صلاحية الناخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم، رغم أنه كان براغماتي كثير اليوم بيتكوبيتش وقال بأنه الأبواب تبقى دائما مفتوحة للقائد رياض محرز. إن شاء الله سنرى كيف سيتم التعامل مع هذا الملف. القائمة قال اخترت الجاهزين بنسبة 100%، 25 لاعب جاهز بنسبة 100%، هذا حسب ما صرحوا اليوم. عودة أو استدعاء شعيب كداد أنا أراه مستحق جدا، لأنه هذا اللاعب 3 سنوات وهو يقدم في مستوى رائع مع الفريق، ويلعب 3 سنوات المنافسة الإفريقية دوري أبطال إفريقيا، ولعب نهائي الشان مع المنتخب المحلي وصل إلى النهائي وفي هذا الملعب، ملعب نيلسون مانديلا. شعيب كداد استدعاء منطقي جدا. باقي اللاعبين، غياب مثلا يوسف بليلي وما يقدمه مع مدير الجزائر كأفضل هداف وأفضل ممرر، اليوم بليلي راح ضحية منصبه، نشوفوا اللاعبين اللي ينشطوا في نفس المنصب بنقولوا بأنه الناخب قال بأنه أنا أخترت الأفضل وأكثر جاهزية، ولكن بتفاصيل دقيقة جدا، يعني ما كشف ورقة كبيرة. إن شاء الله قال الأبواب لا تزال مفتوحة. الناخب متخوف ربما نوعا ما من مباراتين هذو، نعرفوا 6 نقاط تخليك ب 12 نقطة، يعني في صدارة المجموعة 80% وضعنا قدم في مونديال 2026. نتمنى توفيق المنتخب الوطني. مباراة الأولى ما نقولوش راح تكون سهلة، ولكن راح تكون في المتناول، لأن احنا نلعبها في ملعبنا، ولكن الظروف سوف تكون مختلفة إن شاء الله في المباراة الثانية، اللي نتمنى إن شاء الله الظروف الإفريقية تكون في صالح الناخب الوطني الذي سيكتشفها لأول مرة.